جديد، لكنه يواجه السكري ليس سهل على الإطلاق. يوانا أن يكون جاهزا في معظم فترات هذا الموسم. التمريرة قصيرة باتجاه أحمد بن الانطلاقات يا موسى، ينتظرون التسديدات البعيدة المدى يا موسى. أحمد بحسين تسديدة بعيدة راحت إلى ركلة مرمى لمصلحة النصر. أيها باتجاه أيمن، كرة كانت جميلة من رونالدو باتجاه أبروزوفيتش، لكن أبروزو لم يحسن صناعة الكرة الأخيرة لأوتافيو. أحمد بحسين تحت الضغط، شوف الضغط، عبدالله الخيبري وين واصل، أوتافيو متواجد، بروزو خلفهم، ثم أحمد على طبق من ذهب لفهد ولفلافيو، لكنها لم تستغل. تغيير اتجاه اللعب بصورة جميلة إلى سعد، هل هو جديد؟ واحد منهم صانع الهدف ساديو ماني، والآخر تاليسكا المتواجد على مقاعد البدلاء. هنا لجامي يتحصل على البطاقة الصفراء، تدخل قوي. هل حسين عد يا لجامي؟ أحمد بحسين هو تو راجع تسليم كويكبي أمام الخيبري، مشاها باتجاه بحسين. هل يكون هناك خطر تعاوني؟ هل يكون هناك خطر تعاوني؟ في رقم كبير بالتأكيد، لكن يبحث حتى عن رونالدو، عليك أن تبحث عنه داخل منطقة الجزاء، سيقدم لك الكثير. هنا موسى بارو وصلت إلى أحمد بحسين في وسط الملعب. بحسين تغيير اتجاه اللعب، جميلة إلى الكويكبي، الله على الاستلام، هنا التسديدة يا كويكبي، لكن القائم الأيسر يتصدى، والكرة بعد ذلك بتنتهي إلى ركلة مرمى. يغادر أحمد بحسين سلبات إن شاء الله.